ست الكل يا لؤلؤة، يا منورة بكل اجتهاد، يلي طول عمرك بتدي وعليكي الحمل زاد. تعالي شوية نحكي عن ياما تحديات شفنا فيها ايد قديرة رفعتنا في الأزمات، وما بقاش مش صعب إلا أحلى الذكريات. فتعالي نزين حياتنا بالورد والابتسامات، ونعيش اليوم بيومه بإيمان وكل ثبات. نقرأ الكتاب ونفرح وننشر حب وحياة. مشاهداتي اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم انتي لؤلؤه. انا مبسوطه جدا جدا ان احنا بنتقابل كل اسبوع مع سيدات ومع بنات جمال، عاملين لهم البرنامج دول ده مخصوص علشان حاسين بقيمتك وعارفين قد ايه انتي لؤلؤه وغاليه، غاليه على ربنا وغاليه على الناس، وانتي ليكي قيمه في حد ذاتك لنفسك. مهما التحديات قابلتك، مهما قالوا عليكي من كلام سلبي اترمى عليكي، لكن في الاخر انتي لؤلؤة جوهرة غالية، ليكي قيمة كبيرة جدا. عشان كده لازم تعرفي نفسك وتعرفي قيمتك وتعرفي دورك في الحياة، وتعرفي ازاي تغيري طريقة تفكيرك وتغيري من سلوكياتك شوية بشوية علشان نوصل للصورة الناضجة الحلوة اللي المفروض نكون عليها. زي ما احنا بنعمل في البرنامج بتاعنا، ان هو برنامج شامل بنحاول نغطي فيه كل احتياجاتك، احتياجاتك النفسية، احتياجاتك الجسدية، احتياجاتك لتربية اولادك، احتياجاتك حتى في الديكور بتاع البيت زي ما عملنا حلقات، احتياجاتك لشكلك الخارجي وشعرك وكده. فالإنسان حاجة متكاملة، ما بنقدرش نتغافل عن جزء من أجزاء حياتنا. النهاردة حلقات هتكون سلسلة حلقات مهمة قوي 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 عن نفسيتك. أوقات بنيجي على نفسنا، أوقات مش بنعرف إحنا ليه متضايقين، إحنا ليه بنمر بالوقت الصعب ده، إحنا ليه عندنا المشاعر دي، بنبقى مش عارفين. عشان كده النهاردة بتشرفني الدكتورة أمال تناغو، وهي دكتورة أمراض النفسية ودكتورة كمان علاج الإدمان. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا يا فيبي، thank you so much. أنا مبسوطة قوي أنك أنت دعيتيني، ده شرف ليا. شرف لينا جدا جدا، وبجد يعني نورتينا في استوديو جريس، أول مرة تكوني معنا في استوديو جريس وفي برنامج أنت لؤلؤة. وانا عارفه اني من زمان بنحاول، بس المواعيد وكده مش كانتش متظبطه لغايه ما ربنا رد انك تكوني معانا. اهلا وسهلا بيكي. لما كلمتك عن البرنامج وحسيت انك انت كمان مهتمه بانتي لؤلؤه وبالست بالذات، فكرت هل في امراض نفسيه خاصه بالستات والبنات، ولا الامراض النفسيه حاجه كلمه عامه كده وخلاص؟ فلما اتكلمت مع الدكتورة أمال قالت لي لا، في حاجات بتخص الستات. النهاردة هنعرف منها أول حاجة بتخص الستات، فخليكم معانا وتابعونا في الحلقة دي. هل في أمراض نفسية فعلا بتخص الستات دون الرجال؟ بالظبط، يعني طبعا في حاجات خاصة بالذات للستات مش هتحصل مع رجالة، وفي حاجات بتحصل في الاثنين بس أكتر شيوعا في السيدات. فمن أول الحاجات اللي بتحصل بس في المرأة اللي هي الاضطراب المزعج الذي يسبق الدورة الشهرية. الاضطراب المزعج يعني اضطراب شديد بالظبط بيسبق الدورة الشهرية، يعني تقريبا بيتكرر كل شهر. بالظبط كده، بالظبط كده، تمام. ففي حاجة شائعة معروفة اللي هي الأعراض اللي قبل الدورة. دي حاجة طبيعية بتحصل عادي، ومش حاله مرضيه، بتحصل لكل ست، او بالزبط. يعني بتتغير من واحده للتانيه، لكن الاضطراب المزعج دي حاله مرضيه. المزعج ايوه
يعني لكن الطبيعي الطبيعي دي اعراض بسيطه بتحصل. اعراض أيوة. بسيطه ده عادي لكل الناس بالظبط. تمام. فاللي احنا بتناوبه النهارده اللي هو الاضطراب المزاج اللي هو يعتبر اكتئاب ومعاه شويه يعني اضطراب نفسي بيسبق الدوره الشهريه وبيحصل كل شهر. اوكي. فده اعراضه ايه؟ هو اولا بيحصل عاده يعني بيحصل يا اما الاسبوع اللي قبل يا اما كمان اسبوعين. اسبوعين قبل الدوره يا وقت طويل. بس يعني في ناس بيقول لك انا معظم الشهر عندي مشكله مش هلحق. بالظبط بتبقى صعبه قوي. لكن الامر الكويس ان هو اول ما الدوره تنزل الاعراض بتقف الاعراض تختفي. فهو اعراضه يعني زي اي اكتئاب. فهو اعراض الاكتئاب بتكون ايه مثلا؟ اني الست بتبقى عندها حزن شديد متضايقه قرفانه بطريقه جامده بتبقى مش قادره تستحمل اي ضغط بتضايق بسهوله بتغضب بسهوله فاسمها ايه؟ مزاج متقلب بطريقه جامده. كويس. الحزن بقى والاكتئاب ممكن يكون ان هي مثلا حاسه انها بتعيط على طول يعني البكاء ده بيبقى حاجه بسيطه يعني سهله وبتمشي على بتنزل على طول. بتبقى سلبيه قوي افكار سلبيه دايما افكار سلبيه عن نفسها فتقول لك انا ماليش فايده انا انتي انا مش نافعه مش نافعه في حياتي بتركز على الحاجات السلبيه أنا كل ما اعمل حاجه افشل افشل فيها فدي الافكار السلبيه دي ده عاده بتكون اعراض من اعراض الاكتئاب. كويس. الافكار السلبيه عن الاخرين عن جوزها عن العيله عن العالم كله. بيجي لها مثلا حالات قلق ما بتنامش كويس بتصحى طول بتصحى بالليل او ممكن يكون العكس تنام كتير قوي لانها حاسه بارهاق مفيش انرجي مفيش طاقه رغبتها في الحياه بتقل بقى دي بقى لما بتتطور شويه ان هي ايه بقى يعني ما عندهاش امل في الحياه تقريبا فممكن توصل انها يعني فقدت الامل الرغبه في الحياه بتفقد الرغبه فممكن تقول مش قادره تقوم تعمل حاجه طبعا دي مفيش الطاقه دي خالص دي بنسمعها كتير الرغبه مش موجوده مش عايزه تعمل مش قادره عايزة تعمل مش عايز تنزل من على السرير بالظبط كده وراها مليون حاجه مش ما وراهاش حاجات بالزبط. بس مش عايزه تقوم تعملها ايوه بالظبط كده فهي ما عندهاش الطاقه العقليه النفسيه ولا الطاقه الجسديه دي مشكله عايزه تقعد في السرير على طول ايوه لما بتفقد الامل في الحياه ممكن تجي لها الافكار بقى اللي هو الانتحار السلبي يعني ايه مش يعني عايزه اموت نفسي لكن يا رب ما تاخدني يا ريتني كنت موت يعني وانا عايشه ليه ايه فايدتي من الحياه طبعا ويا ريتني انا تنتهي حياتي خلاص يا رب يعني انت اللي تقدر تنهيها مثلا او تقول انا مش قادره استحمل الحياه انا عايزه اموت نفسي دي بقى بتبقى مرحله يعني متقدمه جدا شويه ان انا عايزه اموت نفسي طبعا مش بسهوله بقى الام الست الزوجه الام هتعمل كده او البنت الا لو ما كانش عندها مثلا ايمان وثقه بربنا او اتجاه روحي او ناس سبورت ليها او الناس سبورت ليها فعاده يعني مش بتعمل حاجه لكن ممكن توصل للحاله اني انا نفسي بس مش هعمل واخده بالك ممكن كده فدي الاعراض أيوة. طب لو في واحدة بتسمعنا دلوقتي بتقول أنا بيحصل لي حبة حاجات من اللي انتوا بتقولوها دي يعني انت أفرق بين انه ده عادي بالظبط وانه لا ده كده مرضي مرضي لو كانت شديدة ولو كانت بتحصل معظم الأوقات يعني مثلا واحدة تقول أنا بتجيلي مرتين في الأسبوع دوت بوصل لحالة وحشة قوي بس بعدها بيومين ثلاثة خلاص كله بقى كويسة في الأسبوع ده أو بتقل قوي فمش كتيرة مش كل يوم مش بتقعد ساعات طول معظم اليوم. كويس. فالفريكوانسي يعني قد إيه بتحصل وكمية الوقت وبعدين شدتها لو هي وصلت لدرجة إن الست مش قادرة تقوم بوظائفها اليومية كويس فلا قدرهم تطبخ ولا تهتم بالعيال ولا تهتم بنظافتها ولبسها دي يبقى يعني اثرت على حياتها اليوميه ووظائفها اليوميه دي تعتبر حاله مرضيه. هنا لازم تفكر بالظبط كده انها تلجا لطبيب او لدكتور او تدخل ايوه لازم يحصل تدخل لازم يحصل تدخل سواء هي او اللي حواليها لازم
حد يميز الامر وابتدي تفكروا نعمل ايه. طيب احنا دي الاعراض والاسباب بتاعه الحاله دي. الحاله دي طبعا هتتكرر كل شهر بالظبط. ممكن اعدي كام شهر؟ يعني قلت لنا لو بتحصل يوم او اتنين ماشي تبقى طبيعي. لكن لو طول الوقت طول الاسبوع او العشر ايام ده ابتدينا مش طبيعي. طب هل استنى مثلا شهر شهرين يمكن تعدي لو اتكررت؟ لا لازم تتكرر. لازم يعني لو حصلت مره بس وبعدين الشهور الثانيه ما حصلتش يبقى دي كانت حاله يعني كده مؤقته او بسيطه يعني يعتبر لك حتى لو كانت اعراضها جامده. لكن لو بتحصل كل شهر وبتتكرر والمده مثلا شهرين ثلاثه بالزبط. يعني قصدي بقول بسال السؤال ده ليه؟ عشان برضو ما نجريش على بالظبط مره واحده حصلت في حياتي. نستنى يا ترى هتتكرر ولا لا. زي مثلا اعراض جسميه بتحصل واحده عندها حرقان وما وتقول لك طب هشوف لو هتتكرر تاني هطلب الدكتور. بالظبط فزيها زي كده تماما. بالظبط. طيب يا دكتوره دلوقتي ايه العلاج؟ اوكي نعمل ايه لما يكون هروح لدكتور او بعد ثلاث مرات مثلا ثلاث شهور متكرره او كده؟ يعني قولي لنا النهارده هل ينفع اعالج نفسي من البيت؟ هل ينفع في حاجات اوفر كاونتر؟ هل ينفع اني اخد مسكنات واكتفي بيها؟ مهدئات منومات ولا ايه العلاج؟ هو طبعا برضو احنا كده بسرعه تاتش على الاسباب عشان نعرف ايه اللي حاصل في المخ في الوقت ده او في الجسم عشان نعرف نعالجه. تمام. فممكن يكون من اقوى الاسباب هي تغيير الهرمونات النسائيه اللي هي الاستروجين والبروجسترون بتكون ناقصه اوكي وطالعه نازله فدي مأثره. دي حاجه. الحاجه الثانيه تغيير في كيماويات المخ بيكون كيماويات ففي نوع معين اللي هو اسمه السيروتونين. السيروتونين الكيماويه دي في المخ مسؤوله عن المزاج اوكي وعن الهدوء النفسي وكده. فلو الكميه دي ناقصه في المخ اللي هي السيروتونين ناقصه بيحصل بقى اللي هي اكتئاب عرض اكتئاب. فدول من اقوى الاسباب اللي بتعمل الحاله دي. طبعا حاجات نفسيه بقى وظروف في البيت وكده دي ممكن لكن هي اساسا حاجات بيولوجيه يعني في المخ وتغيير الهرمون. ايوه ما ده برضو بيبقى مع الدوره وبيأثر على المخ. ما لو الهرمونات قلت اللي هي بتطلع من الاوفري وكده المبايض وبتروح مأثره على المخ اوكي كله ماشي مع بعض واخد بالي. فاحنا دلوقتي عرفنا السبب كويس. فالعلاج ممكن نبتدي بالحاجه اللي هي مش لازم نخش على الدواء على طول كويس. مش كل الناس بتحبه مش لازم طبعا طبعا حسب حده الامر. بس نبتدي بايه؟ ان احنا ازاي الست تهتم نفسها ازاي الست تفهم الوضع علشان لما يجي الوقت ده انا فاهمه ليه بيحصل كده. فمش طب انا هاخد يعني هريح نفسي شويه مش هخش في حاجات تشدني اكتر. هي بقى النقطه ان في ساعات الومن هي بتنسى نفسها او مش هتقعد تفكر فتبتدي تتشد وتتكلم في حاجات كان ممكن تتاجل الحاجات دي فبتعمل مشاكل في العلاقات. نقطة حلوة جدا جدا دي. ففي حاجات ينفع أأجلها بالظبط قبل ما الفترة دي تعدي. تعدي بالظبط. في حاجات في المناقشات بالذات وفي العلاقات وفي كده وفي كمان الحاجات كمان الشغل بتاعي اليومي أو أخذ قرارات أو أي حاجة أخذ قرارات أأجلها شوية لو أنا عارفة إن أنا أعراضي بتبقى جامدة في الأسبوع ده. فدي حاجة اهتمام بنفسي يعني أضغط على نفسي شوية. طبعا بيقولك التمارين الرياضية مهمة جدا لأن كتير قوي من النساء أنا بعرف يعني كتير معانين بتوعي يقولوا لي إحنا لما بنروح الجيم دي بتفرق معانا جامد جدا سواء إن شاء الله في بيتك مشيت. أو التمشية واكن وبعدين تمارين رياضية وبعدين يعني حاجات تعمل استرخاء اللي هي امور تساعد على الاسترخاء اسمها ريلاكسيشن تكنيك. ايه زي ايه دكتور؟ يعني مثلا بيقولوا حاجه اسمها زي المديتيشن اللي هي بالعربي اللي هي التامل. انا هعمل مديتيشن كمسيحيه انا بعمل مديتيشن على كلمه ربنا مثلا او حصلي ممكن تعملي مديتيشن تحطي موسيقى ريلاكسينج هاديه تتفرجي على فيو كده بسيط جميل او تتاماجن تتخيلي بالظبط تتخيلي مثلا في ناس بيحبوا الميه جدا والبحر تتخيلي الميه وتسمعي صوت الميه او هدوء اللي هو بيعدي الميه دي بتعمل استرخاء شويه المخ
مع تنفس. احنا بناخدها كده يعني ميه يعني بنتفرج بنحب البحر مثلا لكن ما نعرفش انها يعني ممكن ليها افكت حلو قوي كده يعني. لانك انت هتتاملي وتفكري تقولي اوكي انا دلوقتي ههدي نفسي، فانت بتعملي شويه مجهود معاه. انت اسمها ريلاكسيشن تكنيك، يعني في طريقه بتقولي اوكي ام جونا اهدي نفسي دلوقتي، مش هفكر في الامور دي، هحطها على جنب، هفضي مخي من كل الافكار. اوكي عشان كده اسمها حاله تامل او هدوء نفسي. فدي كلها حاجات انت بتساعدي، ده سيلف هيلب، يعني انت بتساعدي نفسك. حالات التامل، المناظر الطبيعيه، استرخاء، الموسيقى، الاسترخاء، الرياضه، التمشيه والرياضه، الجيم، كل الحاجات دي بتساعد. دي حاجات مبدئيه، دي ممكن ما تساعدش قوي او تساعد بسيط. لو ما ساعدتنيش وانا ما اتحسنتش بعد شهر اتنين، ابتدي اتكلم مع معالج نفساني. يعني اللي هو سايكولوجيست او دكتور في علم النفس، يعني اكلم مشوره اسمع. فبيعملوا حاجه اسمها اللي هي التدريب الفكري السلوكي. دي عباره عن ايه؟ ان انا بحاول اشتغل على تفكيري. اوكي. اغير التفكير، طريقه التفكير، اغير طريقه التفكير وبالتالي هغير السلوك سلوكي. فاسمها كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. دي حاجه بتستعمل هتستعمل غالبا في كل الامراض الحالات. وهي قويه يعني تنفع. ده حقيقي. اتفضلي. ده حقيقي. لا خالص، يعني انا يعني بقول ايه، ساعات ان احنا بنبتدي من الاخر للاول. أيوة. وده بيبقى مش صح. أيوة. يعني بحاول اغير سلوكي وانا مش مغيره فكري، طريقه تفكيري. بالظبط. برجع تاني. ايوه. برجع مع اول حاجه تاني. أيوة. ما بعرفش اكمل. لكن لما بيتغير طريقه التفكير الاصليه، بالزبط. المعتقدات الاصليه جوايا بتبقى ريليتد ليها. ان سلوكي يتغير. صح كده. فانا لما يجيلي الافكار السلبيه، ما هو العيان يقول لي طب وانا ما ببقاش وقتها اقدر اقعد اغير ومغير. أيوة. هي الثيرابيست هيساعد، المشير هيساعدني ان انا ادرب نفسي، هي اسمها تدريبات، كويس. أيوة. فانا اكتب حاجات، ممكن اكتب. ايوه. لما يجيلي التفكير السلبي اقاومه ازاي؟ يعني مثلا انا كل ما هفكر اقول انا عمري ما نجحت في حياتي، انا فشلانه، انا شكلي وحش، انا جسمي وحش. لا، ارد على نفسي اقول انا غلطان. انا انسانه كويسه. انا مخلوقه على صوره ربنا. انا جميله. ايوه. والجمال بيتقاس بكذا. واقعد افكر بطريقه اقاوم التفكير السلبي، اروح محاولات تفكير ايجابيه. بالظبط. هي عايزه تدريب على فكره، مش سهل. لا، هي تدريب وتدريب مستمر. بالظبط. يعني اوقات بنبتدي نتدرب يوم اتنين وبعدين بنوقف. بالظبط. مش بنكمل، فده برضو مش بينفع. بالظبط. فالاستمراريه هي اللي بتعطي النجاح. ايوه. بتدي التغيير. Yeah. طب ما جابتش الحاجات دي ما نتيجة. جابتش الحاجات دي النتيجه. هنضطر، ودي مش حاجه وحشه، ان احنا نستعمل ادويه. فهنتعامل مع دكتور امراض نفسيه اللي هو سايكاتريست. ايوه، زي حضرتك. بالظبط. فلاني ثبت زي ما قلنا ان ممكن هو يكون اللي هو ماده السيروتونين، رايت؟ سيروتونين. فالادويه اللي هي مضادات الاكتئاب بتشتغل على ماده السيروتونين. فهي بتروح مزوده الماده دي في المخ. ودي ثبت ان الادويه دي فعلا بتساعد الاكتئاب. وبتقلل الاعراض بدرجه كويسه، يعني مش 100% ممكن، لكن 60% 60% 70% مع الحاجات الثانيه بنوصل لحاله كويسه جدا. طيب هل الادويه دي هتتاخد فتره ما قبل البيريد واثناءها بس؟ ده سؤال كويس. ولا هتستمر على طول؟ هي عاده تفضل ان تستعمل كل الوقت، كل الوقت. الشهر. لكن في ناس يقولوا لي انا ممكن استعمل، وفعلا في فتره عملوا ابروفل للدواء اللي هو الفلوكسيتين البروزاك، كان بيستعمل بس لمده اسبوعين. اوكي. قبل الدوره. لكن عاده العلاج دلوقتي كله بيتقال ان لازم كل الوقت، ان لازم كل يوم الوقت. حتى لو عشان تستمر جوه الجسم الماده اللي هي السيروتونين يعني يزيد. ويبقى كده يعني في حته هسالها لك في كل الحلقات، يعني لانه الناس بتخاف من الادويه، تقول لك انها هتعمل مضاعفات تانية عندي. ايوه. واني انا مش عايزه افضل مستمره طول عمري على ادويه على اكتئاب وعلى ادويه نفسيه، ويعتبروني بقى مجنونه مريضه كده يعني. فنقول ايه في الحته دي؟ إيه؟
طبعا احنا لازم نبص للايجابيه، يعني ايه فوائد الدواء وضد ايه الاعراض الوحشه. احنا دلوقتي طبعا في ادويه كتيره ولازم تجربي دواء معين وتشوفي اعراضه جانبيه ماشيه ازاي. ممكن يحصل اعراض جانبيه وبتقل بالتدريج، وممكن اعراض جانبيه ما تروحش. عشان كده احنا بنقول العيان بيشوف الدكتور مثلا او العيانه كل اسبوعين في البدايه، حتى تليفون. بالطريقه دي لو في اعراض جانبيه هشوفها بتقل ولا لا، لو مش بتقل يبقى هنوقف الدواء ونشوف نغيره بالظبط. فمش عايزين نقول ايه خلاص ده اعراض وحشه انا فشلت، لا. في اتليست 6-7-8 ادويه اللي ضد الاكتئاب اللي بينفع للمراه وللوضع ده الحاله دي. هل هتعيش طول عمرها عليه؟ احتمال لغايه ما الدوره تقف، او ممكن تحاول 6 شهور وبعد 6 شهور مع العلاجات التانية نشوف هل هي قدرت تتغلب على الأعراض وتكوب ويز ات، يعني واخدة بالك؟ وبعد 6 شهور نقلل الدواء بالتدريج ويمكن تكون كويسة ولا لا؟ حسب كل حالة تختلف عن التانية. آخر سؤال قبل ما نقفل حلقتنا، وده برضو يعني هيمشي معانا في سلسلة الحلقات بتاعة الأمراض النفسية الخاصة بالسيدات. الناس اللي حوالين المريضة بالظبط يعني يتفهموا ازاي، يتعاملوا ازاي، لانه اوقات دورهم بيأثر بالظبط. يعني لازم طبعا الشخص سواء الزوج او الاولاد او الاقرباء اللي عايشين معاها لازم يفهموا ان دي حاله مرضيه. دي اول حاجه. ساعات يعني عايزين نقول غصبا عنها مثلا، طبعا يعني مش هنسيب الامر يتمادى وهي تعمل اللي عايزاه، لكن عايزه اقول يدوها عذر، يدوها عذر ويقبلوا، ويدوها تعديد كمان وتشجيع. لا انا عارفه، انا عارفه الوضع ده صعب، هتعدي احنا معاكي، وانا هقبل ونقول للزوج مثلا او الام او لا تجنب المناقشات. يعني الست اتضايقت وزعقت تقول لها اوكي انا هديكي سبيس، انا هديكي يعني النهارده مش هعاتبك على كده، ومش لازم نتكلم في الموضوع ده ونعديه. يديهم راحه شويه من شغل البيت سنه كده، يعني تساعد طبعا اي حد يساعد، الولاد يغسلوا المواعين بالظبط. ايوه يعني وخدها فسحها بره، غيروا جو، كله بره، اشربوا حاجه حتى اي أيوة. حاجه بحس فكره حلوه، نفسيتها تبقى بالزبط. احسن بالظبط. اي اجري. يعني انا عايزه اشكرك جدا على الحلقه الجميله دي. شكرا. يعني مركزة ومفيدة. مشاهداتي يعني أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة دي جدا، وتعرفي نفسك أكتر، تعرفي جسمك بيشتغل إزاي، تعرفي إمتى هتكوني عيانة وإمتى يكون طبيعي، أعرف إمتى أتعامل مع نفسي. ما خافش، ما تخافوش إنكوا تقولوا أنا تعبانة، أنا عندي البريود دلوقتي، ده مش عيب، ده تكوينك اللي ربنا عامله عليكي، فمش عيب خالص إنك تقولي كده. و إذا احتجتي إنك تروحي لطبيب ده برضو مش عيب، ولا بقيتي صنفتي مجنونة خالص. السيكونس دي أو الطريقة دي في التفكير غلط، لأنه ده علاج زي أي علاج. خليكم معنا وتابعونا في الحلقات الجاية من أنتي لؤلؤة، مكملين مع دكتورة أمال في سلسلة حلقات جميلة عن الأمراض النفسية الخاصة بالبنات والسيدات والمراهقات. إلى اللقاء في حلقة جديدة من أنتي لؤلؤة. Thank you.